مشاهدي الام تي في بلبنان بمختلف انحاء العالم، واحد مبارك على الجميع وين ما كنتوا وش ما كانت مشاريعكم. بتامل انه نهاركم يكون حلو، او اذا كان في اي صعوبه نكون عم نقدر نواجهها بامثل طريقه. ودائما ما في طريقه مثلى لمواجهه الصعوبه، دائما بنقول يمكن كان لازم نتصرف هيك او كان لازم نتصرف هيك. ما في شيء ابدا بتصرفاتنا ممكن يكون كامل، ولكن المهم انه نكون التصرف نابع من القلب بكل محبة، هيدا هو الأساس. أحد مبارك إذن على الجميع، ومواضيع عديدة لنا اليوم بي أم تي في لايف بنقدم لكم إياها مع فقراتنا المتحركة وفقراتنا الثابتة. واليوم طبعا في موسيقى، في طبخ، وفي مشاوير، وفي كثير أشياء تانية. بونجور ألبير. صباح الخير. صباح النور. مثل ما قلت، نهار الأحد هو للجمعة وللأكل وللزيارات، بقى كل هولي رح يكونوا بحلقتنا لليوم. رح نبلش بباكيت أوف فريز يلي هو ديسير، لانه الاحد للحلويات. رح يكون في مشوار، رح يكون في نكهات جديده بمسيو غومي، ورح يكون في ضيوف، لانه الفن كمان له مكانه بحلقتنا لليوم. اما البدايه بتكون مع اب تو ديت واخر اخبار لبنان والعالم. اب تو ديت بالاخبار السياسيه اللي ما في مهرب منها. هل الحلول مبينه بالافق بالنسبه للبنان، بالنسبه للرئاسه؟ طبعا طبعا لا، بالعكس الاشي عم تعقد اكثر واكثر. ناطرين الخريف، الكل ناطر الخريف، ان كان للانتخابات الرئاسيه الامريكيه كمان، بلكي لان نحن بنعتبر كل شيء بياثر علينا طبعا، هذا الشيء حقيقي يعني نوعا ما، او ان كان لاستحقاقات ممكن انه تكون عم بتغير بالوضع الرئاسي. انما بهالوقت ارتفعت النبره المتبادله بين تيار المستقبل وحزب الله كنتيجه مباشره لانسداد افق المحاولات المحليه الاخيره لاحداث خرق بالازمه الرئاسيه، فيما وصف وزير الداخليه والبلديات نهاد المشنوق سرايا المقاومه بانها كانت سرايا فتنه واصبحت سرايا احتلال، وبيقول انه رح نواجهها. اما السيد حسن نصر الله الامين العام لحزب الله قال انه جبهه النصره لها حلفاء بالحكومه اللبنانيه. هيدي النبره يعني بتعلى وبتوطى بلبنان، وبعد وقت ما بنعرف كيف بتصير التحالفات. توازيا رسمت اوساط سياسيه مطلعه ببيروت صوره بتستند الى جمله معطيات بتاشر الى دخول الواقع اللبناني مرحله تحميه تدريجيه بملاقات شهر الاستحقاقات بايلول. سامعين كثير هالما دائما بعدنا عم نتحمى، بنضل عم نتحمى نحن لنوصل على يعني هيك تواريخ معينه، وبالاخر بنكون يعني بخيبه امل كثير كبيره. بيقولوا انه الخريف هو الخريف المخيف مسميه هلا بلبنان، خريف مخيف لانه بيتكل على واقع اقليمي بيتجه نحو مزيد من التطاحن بالاشهر المقبله، الا اذا حصلت معجزه ونحن بانتظارها. صرنا زمان معجزات ننطرها. بعد ما احتجت تركيا الأسبوع الماضي على لوحة إعلانية بمطار فيينا بتقول أنه تركيا بتسمح بالعلاقات الجنسية مع أطفال تحت سن ال 15، يبدو أنه أنقرة قررت ترد بالمثل، حيث تفاجأ المسافرون أخيرا بلوحة إعلانية بصالة المغادرين بمطار أتاتورك الدولي يعني بإسطنبول، بتحمل عبارة باللغة الإنجليزية والتركية بتقول: هل تعلم أنه السويد بتشهد أعلى معدل اغتصاب بالعالم؟ وجانب هالعبارة حملت اللوحة الإعلانية صورة للصفحة الأولى من جريدة تركية بتحمل كعنوان رئيسي: السويد بلد الاغتصاب. هلا ليش السويد؟ كنا عم نحكي انه هيديك بمطار فيينا، بس انه بمنتصف اب كتبت وزيرة الخارجية السويدية عبر حسابها على تويتر: على تركيا الغاء القرار يلي بيسمح للاطفال ما دون ال 15 بإقامة علاقة جنسية، فالأطفال بحاجة ليس إلى القليل بل إلى المزيد من الحماية من العنف والاستغلال الجنسي. هالاتهامات بتأتي بعد ما أيدت المحكمة الدستورية التركية بتموز سحب مادة تعتبر أو بتعتبر ممارسة الجنس مع طفل دون ال 15 اعتداء جنسي بقانون العقوبات، ما أثار ردود فعل عديدة وعنيفة، فاستعدوا لحرب إعلانية مفتوحة بمطارات العالم. مش انه لا للاغتصاب، لا بدهم يكونوا يعني عم بعايروا بعضهم بهالموضوع، بدل ما يكون يعني موضوع هيك واضح
ومعروف وين الصح وين الغلط. تننتقل إلى أفضل مدينة ممكن أن نقدر نعيش فيها. أفضل مدينة، ما بعرف كل واحد عنده يمكن المدينة المفضلة بالنسبة له. شو مدينتك المفضلة؟ مدينتي المفضلة أنه أبرو من مدينة لمدينة، ما أبقى بالمحل نفسه. ولا واحدة عجبتني 100%. إنما أفضل مدينة بالعالم لا تشتغل وتعيش لهي هي ملبورن الأسترالية. بعيدة كاتيا. بعيدة علينا بعيدة أكيد كتير. بس مش بعيدة على كثير من اللبنانية اللي موجودين بأستراليا. وضع تقرير صدر مؤخرا قائمة بأفضل مدن العالم اللي ممكن العيش فيها، واعتمد على مدى توفير الخدمات المختلفة لسكانها. يعني إذا نحكي عن توفير الخدمات بعدنا عن بيروت شوي، أما إذا عم نحكي عن أطيب أكل فبيروت هي الأولى. شو رأيك؟ تعال عنا. أكيد. حالة مدينة ملبورن الأسترالية للمرة السادسة على التوالي كأفضل مدينة بالعالم يمكن أنه بيعيش فيها المرأة، وفق ما نقل موقع دي إيج. واستند المؤشر إلى مفضلته بين دول العالم على مدى الاستقرار إذن وتقديم الخدمات. من بعدها بتجي تورونتو وفانكوفر. أما أسوأ ثلاث مدن فهن العاصمة الليبية والعاصمة السورية وكمان لاغوس النيجيرية. بحسب التقرير أفضل مدن العيش بال2016 هي المشكلة أنه ظاهرة الإرهاب خلت أنه تكون هالتعداد يعني مختلف هالمرة، خاصة بالنسبة للباريز يلي بعد يعني كل الإرهاب يلي صار فيها بالفترة الأخيرة دنت. إذا لصارت تراجعت وين صارت؟ بالمركز 32 عالميا. يعني باريز من أحسن وأجمل المدن بالعالم والمدينة السياحية يعني من الأوائل المدن السياحية بعد هالهجمات الإرهابية اللي عم تأثر كتير على مختلف البلدان. معقول شي نهار يكون في مثلا توب لأفضل المدن وبآخر التوب ما يكون في مدينة من الشرق الأوسط أو ما يكون في مدينة من أفريقيا الفقيرة؟ ما بعرف النهار إذا بيجي يوم. لا بس ما بدي أرجع ذكرك أنه لبنان بيروت هي بالنسبة كمان للتقارير الأولى إذا كنت حابب تاكل أكل طيب وتكون تمضي أوقات حلوة. صحيح. أوقات حلوة عنا. طيب أنا هالعداء الجامايكي يوسين بولت مسيرته الأولمبية بإحرازه ثلاث ميداليات ذهبية أولمبية بدورة واحدة لثالث مرة على التوالي. بولت البالغ من العمر 29 سنة رفع رصيده من الميداليات لتسعة بثلاث دورات أولمبية متتالية، سباق ال 100 متر 200 متر و 400 متر. فأبلغ الصحفيين أنا الأعظم، إله حيقوله ما هيك؟ أنا الأعظم. نعم أنت الأعظم. أشعر، عم بيقول، أشعر براحة شديدة لما تحقق. أنا سعيد جدا وفخور بنفسي. تحول الأمر إلى واقع، الضغط كان كبير وهالحدث هو إنجاز. فعلا هو إنجاز. على كل حال يعني هالأولمبياد كان فيها كان فيها أشياء حلوة كمان. مزبوط كان في شوية سكاندلز، كان في الفريق السباحة الأمريكاني، كان في بس من ناحية تانية كان في مايكل فيلبس اللي أنجح أشياء حلوة. كان في دور يعني كان النساء عندهم مشاركة حلوة. كان في دول ما لها عادة تربح ميداليات، ستة منهم ما بحياتهم ربحانين لأول مرة بيربحوا ميداليات. و يعني كانت متعددة. وما ننسى الفريق يلي إجا من الكارفيجيز يلي هن منهم من لاجئين، منهم من ما اجوا كبلد، اجوا نحن ما عندنا بلد بس عم نشارك. اذا كان 2016 الاشد حراره وهيك مبدئيا 2016 بالنسبه لكل بلدان العالم الكره الارضيه كلها سوا كان الاشد حراره، 2017 رح تنخفض الحراره. ما عارف اذا هالشيء يعني منيح ولا عاطل. على كل حال انها تنخفض الحراره من سنه للثانيه مش ضروري يكون شيء كثير منيح، وما بيعني انه ما راح ترجع تعلى. ولكن بال 2017 راح تنخفض اذا حراره الارض عن المستويات القياسيه الشديده يلي عززت عزم الدول السنه الماضيه على التوصل الى اتفاق لمكافحه التغير المناخي حسب توقعات لخبراء المناخ. وكان شهر تموز الماضي الاشد حرارة منذ بدء تسجيل درجات الحرارة بالقرن التاسع عشر، وساهمت بذلك الغازات المسببة للاحتباس الحراري. وقالت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا قبل أيام أنه فرص أنه يصير 2016 أشد الأعوام حرارة تتجاوز 99%. يعني منتظر لآخر السنة لأكدوا أنه هيدا هو هيدي هي السنة بس الأشد فيتين حرارة. فيتين فيها مزبوط بقوة. خلينا ننتقل لصورة اليوم يلي أخذناها من الصيفة. مشاهدينا اليوم الطقس رح يكون غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. نحن كنا عم نحكي عن معدل الحرارة على الأرض، ولكن إجمالا اليوم نحن بشهر آب أكيد في شوية شوب وأكيد في شوية رطوبة. لحظات ومنتبه احنا وياكم لايف. اليوم رح ننتقل دغري مع البارو شيف شارل إلى الكوكينج لنشوف شو عنا اليوم. أكيد شي طيب فريز.